من سوريا مهد الحضارات والأديان، يوم جديد للثقافة، وهذه المرة من الحسكة. استمرار الاحتفاليات وزارة الثقافة أقامت مديرية ثقافة الحسكة تحت رعاية الأستاذ محمد الأحمد وزير الثقافة مهرجاناً يحمل عنواناً لهذا العام للكلمة للإنسانية وللحياة. إن شاء الله نتقدم وإن شاء الله التقدم على يد هذا الجيل. مبروك لأهل الحسكة جمعاً بهذا الحشد أو بهذا الفيلم الفني أو الاحتفال الفني الجميل الرائع المتميز في الجمهورية العربية. النصر حليفنا ما دام شبابنا وأطفالنا بهذه الروحية وبهذه القتالية وبهذا الصمود. هم يضيفون إلى انتصارات جيشنا العربي السوري انتصارات في الثقافة وفي القيم وفي الأخلاق. اليوم عندما نرى أولادنا الذين هم أمل المستقبل والدم الجديد الذي ستسير عليه سوريا بانتصارها وبانتصارنا نحن جميعا، عندما نكون يدا واحدة محبين بعضنا لبعض ونقدم هذه الرسالة للعالم أن سوريا حية ولن تموت. المهرجان تضمن نشاطات فنية مختلفة تنوعت ما بين معرض فني وغناء وعزف جماعي وعرضين مسرحيين وتكريم عدد من العاملين المتوفين في المجال الثقافي. هي رسائل نريد أن نوصلها لكل الدنيا بأن الحسكة بخير مثل كل أرجاء هذا البلد الحبيب سوري. يوم عزيز على كل مثقف وكل أديب وكل إنسان سوري قدر الإمكان للكلمة الإنسانية للحياة، هو الشعار نتمنى أن يكون مجسد في كافة أعمالنا الفنية والأدبية. نحن قلنا كلمتنا كمثقفين في هذه المحافظة وفي سوريا جنبا إلى جنب مع الجيش العربي السوري. وجه ثقافي مشرق يصير أبناء سوريا على إبرازه والتأكيد عليه، فأرضهم كانت وستبقى مهد الحضارة المحبة والعلم التي شعت من سوريا إلى كل أصقاع الأرض.